السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمي المتطابقات الآتية. إذا في المقطع السابق رأينا نشر المتطابقات، الآن عمي المتطابقات، يعني العكس، التعمير هو النشر. إذا سنحاول أن نجعل A على شكل متطابقة. A تساوي X مربع زائد 4X زائد 4، يعني متطابقة هامة. إذا A يساوي X مربع زائد 4X زائد 4. إذا هنا يجب أن نلاحظ أن إكس مربع زائد 4X زائد 4 أنها متطابقة هامة على شكل التالي. إذا A يساوي إكس مربع زائد 4X زائد 4، نكتبه هكذا، على شكل إكس مربع زائد 2 مضروب في 2 مضروب في إكس زائد 2 مربع. إذا على شكل A مربع زائد 2 A في B زائد B مربع. وقلنا أن هذه المتطابقة تساوي A زائد B الكل مربع. إذا انطلاقا من هذه الصيغة سنكتب A تصبح هي إكس زائد إكس زائد 2 الكل مربع. إذا قمنا بنشر هذا التعبير سنجد هذا التعبير في الأعلى. الآن نمر إلى بي. لدينا بي تساوي 9 إكس مربع ناقص 6 إكس زائد 1. إذا بي تساوي 9x مربع ناقص 6x زائد 1، وهي كتابة على شكل 9، يعني 3x الكل مربع. إذا 9x مربع تساوي 3x الكل مربع ناقص 2 مضروب في x في 3 زائد 1 مربع. إذا هنا نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن هذه الكتابة على شكل A مربع ناقص 2 في A في B زائد B مربع. إذن B مربع هي 1 مربع، يعني أن B يساوي 1، وأن A مربع هو 3X مربع، يعني أن A تساوي 3X. وسبق أن قلنا أن هذه الكتابة هي متطابقة هامة لـ A ناقص B الكل مربع. إذن فتصبح B هي 3X ناقص 2 الكل مربع. 3x ناقص 3x ناقص 1، ضربنا في لدينا 1، هنا 2 في 3x في 1، ده لا داعي لكتابة 1. 2 لدينا هنا 2 في A في B، 2 في A هو 3X في B هو 1. إذا الضرب في 1 لا داعي لكتابة في 1، فيبقى لدينا B يساوي 3X ناقص 1 الكل مربع. إذا 9X مربع ناقص 6X زائد 1، قلنا 9X مربع هي 3X الكل أس 2، إذا هذه الكتابة هي الكتابة. أما ناقص 6X فتساوي ناقص 2 في 3x، يعني في A في B في ضربنا في 1 زائد 1 مربع. قلنا على شكل هذه المتطابقة هامة طبقنا فوجدنا B يساوي 3x ناقص 1 الكل مربع. الآن نمر إلى C يساوي 16x مربع ناقص 25. C يساوي 16x 16x مربع ناقص 25. 16 تساوي 4 أس 2 إكس أس 2. إذا تصبح الكتابة هكذا، 16 إكس أس 2 هي 4 إكس الكل أس 2 ناقص 25 هي 5 أس 2. نلاحظ أن الكتابة على شكل A مربع ناقص B مربع. إذا B مربع هي 5 أس 2، هذا يعني أن B يساوي 5 وأن A يساوي 4 إكس. فنكتب هذه الكتابة فتصبح C هكذا، A مربع، وقلنا أن A مربع ناقص B مربع هي A ناقص B في A زائد B،
الآن تصبح أ ناقص ب، يعني 4x هو أ ناقص 5 في 4x زائد 5.